بص عامل ازاي؟ عربية مصرية بجد. بص homologation form like this. Yeah. Okay. So the car must comply to all of this. To all of this. Oh. Okay. Okay. دي العربية بتاعتنا ها، فبنشيل بقى الاستيكرات اللي عليها. اوكي عشان نحط الاستيكرات بتاعتنا. اوكي and this one also I can remove this one. Yes but I suggest you not to. I have a sticker here also. Okay. If you have, because it's better to have a sticker. I have. Then what, because of the sun? Or what? No, the sun there is black behind, but also because otherwise you spoil. You see, this windscreen start to be old. Yeah. Okay. Okay. What else? بس كده. لا, we have some stuff, interesting stuff. We will put them together. بس. Let's put them on the floor so that we slowly see. But then I guess we'll see what we have. Yeah, yeah. I think we need a. استنى بقى كده. شيل يا باشا. في واحد من الرجاله قال لي اكتب الكلمه دي. عجبتني الصراحه. يا لهوتي. ايوه مش. بالراحه. بروح يا عم في المتسم. اوكي ايه رايكم في الكلمه دي؟ فيراري سفيرو ها؟ فيها سجع او بالانجلش اسمها رايمز. سجع يعني رايمز. بص حاطين كمان توت عنخ آمون. لا this is not here. Wait, wait. No, this is not here. This is here. Yeah. Here. Yeah. بص عملنا ايه تاني؟ عملنا دي وعملنا بص عشان ايه ما عنديش سبونسر فمصر هي اللي سبونسر بقى. بص فيزيت ايجيبت تمام لسه بنظبط. الله ينور. بص ايه رايك جامده دي عجبتني. ماشي بنظبط العربيه. Where about should we put this? This? Mm. This is the yeah, بتاع دي ما نفعتش عشان خاطر البتاع دي قطعتها باظت مني. بس هو النسر كده قليل. عندي ياما ليتس جو. عندي ياما. ماشي. عندي مو ده. اوكي. في ايه تاني ما حطيناهوش؟ افرجكم بقى العربيه اللي مخلصناها بس عايز بس افرجكم بقيه الديزاينات اللي موجوده هنا. اولا العربيه دي 488 جي تي موديفيكاتا خلاص في الكلاب كومبيتيشن جي تي. العربيه دي مش للسباق. بص الكانتارا هنا. العربيه دي صاحبها خلاص دماغ. بص الومنيوم انتركولر. الانتركولر معمول من الالومنيوم. العربيه دي من اخر كده صاحبها جايبها علشان خاطر ينزل يجري في التراك. دي مش عربيه سباق يعني. لا دي مش عربيه سباقات. هي عربيه قويه قوي فما ينفعش تسابق. ليه؟ لان العربيات السباق بيبقى ليها ليميتيشن. ليميتيشن يعني تحديد للهورس باور خلاص عشان خاطر السواق هو اللي يبان يعني تبين السواق. مش مثلا واحد ينزل يجري في فيراري والتاني راكب مثلا في. حتى الديفيوزر بتاع العربيه دي عامل ازاي؟ بص كله كاربون فايبر. والشكمان هتلاقيه مختلف تماما. كمان دي عربيه واحد متسابق وحلوه الفكره دي. احط علم هنا برضه اوريكم عربيتي هناك في الاخر. ماشي. دي الفرامل اهي
شفتش العربية من جوه عامل ازاي. من الاخر دي عربية بيستا بس ايه بس اسرع بكتير. ومن كتر ما هي سريعة خلاص. بص الباب، الباب كارب، بص بلاستيك، بص بص انا هبي خلاص. دي الوحيدة اللي هنا ها، دي اسمها 488 جي تي موديفيكات ماشي. ملهاش دعوة بقى بكل ده. العربيات هنا كلها يا رجالة خلاص 4000 سي سي او 3900 في 8 خلاص، بتلعب من 680 ل 720 خلاص على حسب الكاتيجوري اللي انت بتسوق فيه. بصوا مثلا الراجل ده عامل احمر ابيض اخضر، لو عملنا دي كده اسود بص بقت علم مصر اهي. والسباقات كلها بتتذاع على قناه سكاي بتاعت ال بتاعت اللي هي اللي عدش يعني. بص ده الانستجرام بتاع السباقات اللي هو ايه ات فيراري ريسز، وده اسم الراجل اهو، احنا حاطين اسمنا هناك بس اسمنا كبير كبير قوي. اوريكم العربيه بتاعتنا لما خلصت ماشي. بص بقى العربيه دي، العربيه دي بتلمع، بص بتلمع ازاي، احمر فيها لميع. بص عنده سبونسر، بص اهو ده العالم اللي اتقطع مني بقى دلوقتي حالا. بص انا كنت جايب عالم زي ده بالظبط، ما عرفتش اعمل بقى الحته دي كده. خلاص هوريكم عربيه في الاخر خلصت على ايه، عملناها كده في السريع. بص عنده بنجامين اوليفسن السبونسر بتاعه. بص 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 اتفرج بتفرج خليني برضه اوريكم العربيه دي برضه. بص دي عربيه شغالين فيها اهو تمام، وادي الكاوتش. بص الكرسي، بص الكرسي كله كاربون فايبر، ده بنزين اهو. بص الكاوتش، بص كام جنط بكام فرده، الحته دي لوحدها. بص الفردتين بقى 2000 يورو، الفرده ب 1000 يورو. عد بقى بص في كام فرده، اوكي هو دي عمك فرانشيسكو هو بيكلم مراته. تعالوا بقى اوريكم عربيتنا في الاخر. انا شايف بجد والله مش تحيز ولا اي حاجه، بس عربيتنا احلى واحده. بص عامله ازاي جامده ها. بص بقى عملنا هنا اكزوتكس درايفر خلاص مع العلم طبعا البتاع اللي اتقطعت، فعملنا النسر هنا وشكله جامد جدا. انا عاجبني قوي، اكتر حاجه عجباني بص ان هو لايق. بص عامله ازاي عربيه مصريه بجد. بص هنا اكزوتكس درايفر بالعلم، بالعلم بالنسر فيزيت ايجيبت. بص فيراري سفارو في عالم هنا جامده. هاخد صوره اوريكا اوريكو اهي. بص 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 ام حمدي مش عارف ايه. بص ده الباركود بتاع التيك توك، وده الباركود بتاع الانستجرام. حاطط عالم هنا اهو خلاص. انا سبت ورا فاضي دلوقتي، ممكن احط عالم هنا هنا وهنا. هقول فرانشيسكو صح زي اللي هناك دي. بص زي اللي حاطط عالم ايطاليا هنا ده اوكي. وهنا بقى برضو التيك توك والاكزوت والانستجرام الاسم. بصوا بقى ايه المفاجاه برضو، جبنا البتاعه دي اخيرا بقى عندنا هانجلر محترم.
بص عامل ازاي. ده هنصور بيه بكره عشان تتفرجوا بقى على كل حاجه معانا ايه اول باول. بس وده رقم بتاعي السباقات من زمان، من زمان خالص ايام ما كنت بسابق في ايشي كارت من زمان. بس احنا عملنا الكلام ده كله كده واحنا واقفين. بس ايه رايك في الحته دي؟ افتكاسه مني. العالم ما نفعش فايه اخدنا النسر. ايه رايك؟ لايق ها؟ طق بوم، دي هتبقى بكره في النور جامده. يلا اصورها لكم بقى.